لمصر مصر مصر تحيا مصر. صباح السعادة على كل أهل مصر، صباح الإرادة والنصر، صباح الأمل، صباح بيتجدد جميل مع ذكريات أجمل، ذكريات استرجاع مصر ومن زاحت الغمة ورجعت لنا مصر الحلوة اللي بنحبها اللي جالنا اللي يحافظ عليها. زي النهاردة المصريين أثبتوا إن هم قد التحدي، أثبتوا قد إيه هم بيحبوا بلدهم وقد إيه اختاروا الصح في الوقت الصح. المصريين أنقذوا بلدهم بعد ما كانت قربت تضيع منهم، واختاروا السند، اختاروا القائد اللي هيقدر يحافظ علينا. مصر كان جه عليها وقت خلاص بقينا بنمشي في الشوارع ضلمة، خايفين، خايفين ننزل وخايفين نطلع وخايفين ولادنا تتعرض لأي مشكلة. الأمان بتاع مصر فين؟ جمال مصر اللي في فين؟ فين حضارتها؟ فين وسط الدول؟ كل ده خلاص راح. قعدنا نسأل نفسنا كتير، احنا حزب الكنبة اللي ما بيتكلمش وغيرنا وغيرنا. طيب حتى الناس الساكتة، حتى رباط البيوت، كل دول قاعدين بيسألوا نفسهم مصر ضاعت؟ لغاية ما جالنا الذكرى 30/6، جالنا الوقت اللي قالوا لنا فيه اختاروا. تختاروا مين؟ اخترنا مصر، علشان احنا ما عندناش اهم ولا احلى ولا حاجة في قلبنا غير بلدنا حبيبتنا. ربنا كرمنا، كرمنا بقائد عظيم، كرمنا بجيش بواسل. الجيش ولادنا، اخواتنا، حبايبنا اللي من دمنا، اللي بيدافعوا عننا في كل حاجة، نزلوا ووقفوا معانا وكانوا قد التحدي. والمصريين وحزب الكنبة اللي ما بيتكلمش كان قد التحدي، نزلوا ووقفوا معانا ايد واحدة. شرطتنا العظيمة اللي وقفت حمتنا في ظهرنا ما سابتناش لحظة. الجيش والشرطة اتحدوا، كلهم بقوا بيحمونا وبيدافعوا عننا. تسمع اسم مصر بيجلجل وبيزلزل في شوارع مصر. وربنا بعت لنا الهدية الكبيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب اللي مجرد ما بنسمعه أو نشوفه بنحس إنه سند. ربنا بعته علشان نتسند عليه، معاه احنا مش خايفين. مفيش، كأنك بالظبط قاعد في بيتكو ومش خايف حاجة تحصل لك طول ما بابا موجود. هو أب، هو شخصية متدينة محترمة، عارف يعني ايه مصر، يعني ايه تراب مصر، يعني ايه غلاوة مصر في قلوب المصريين. ربنا يعينه ويوفقه ويعلي بمصر كمان وكمان. مصر دلوقتي بقت حاجة تفرح بين دول العالم. مصر الطرق اتغيرت، مصر شكلها بقى مختلف، حضارتنا رجعت لنا تاني، بدأت تظهر من تاني يوريها للعالم كله، زي موكب المومياءات، زي السياحة ابتدت ترجع تاني، الأمان ابتدى يرجع تاني. كل اللي ضاع في 30 سنة ابتدى يرجع في خلال 8 سنين. رجعنا بشكل مختلف تماما ورجعنا بسرعة الصاروخ. أي نعم عشنا محن، أي نعم قال لنا اصمدوا معايا، اقفوا معايا، وإحنا واقفين يا ريس. شعب مصر جدع قوي يا ريس، وهيفضل واقف في ظهرها لغاية ما ترجع مصر أحسن وأقوى دولة في العالم. مصر الحضارة هتفضل حضارة. معانا النهاردة في الذكرى العظيمة دي ضيفنا باشمهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة وخبير، رئيس لجنة خبير السيارات وهندسة الطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، المصري الأصيل اللي بيحب مصر قوي وبيحب مجاله قوي ودايما بيحب انه ينمي ويطور ويعرف ويسافر ويتعلم وواصل لأعلى مراحل، واصل لأعلى مراحل التطور في مواكب كل العالم
في مجاله. اهلا وسهلا يا فندم باشمهندس جمال عسكر. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. منورنا يا فندم. شاكر فضلك. منورنا. يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك معانا النهارده في ذكرى 30/6، وفي الاول عايزين نعرف من حضرتك بتفكرك بايه 30/6 والايام الجميله اللي عدينا بيها ورجعنا بيها مصر تاني. بس احنا بنقول في الاول ان احنا بنبارك للشعب المصري كله على تولي فخامه رئيس الدوله سده الحكم في مصر بعد يعني 2011 و2012 و2013، لما لقى الشعب المصري يعني من اشكال كانت يعني بتبعث على عدم الامل في مستقبل واعد لهذه الدوله الرائده في افريقيا والشرق الاوسط. ولكن مع تحقيق حلم كنا بنقول عباره شعاع الضوء ياتي من اخر النفق المظلم. احنا كان عندنا امل في الله عز وجل ان الدوله دي يحكمها ناس تخاف عليها عشان ترجع مصر رائده وقائده في القاره الافريقيه والشرق الاوسط والدول العربيه عامه. فبدايه نتحدث عن انجازات غير مسبوقه لرئيس الدوله. هنبدا من الشبكه القوميه بالطرق. اهتم العديد من رؤساء العالم واذكر منهم اوباما على سبيل المثال عندما تولى الحكم في امريكا، انه عمل يعني ثوره في مجال الشبكه القوميه للطرق. بصراحه يا فندم بصراحه فعلا الطرق بقى شكلها حتى عامه الشعب، يعني اللي ماشي في الشارع شايف الطرق مش مصدق ان ده بقى بيتعمل في الوقت القصير ده بالشكل المبهر ده. حاجه رائعه بصراحه. فحضرتك يا ريت بقى توضح لنا ايه اللي حصل بالظبط. اصبحت يعني او كانت الشبكه القوميه للطرق فكره حديثه للادراج منذ سنوات طويله، الى ان تنبهت القياده السياسيه الى اهميه الشبكه القوميه الاستراتيجيه للطرق. بمعنى عندنا شبكه قوميه قديمه كانت مصممه على غير مواصفات. يجب ان التريلات والحمولات الفائقه ادت الى تهالك وتدني حادث الطرق في مصر، بدايه من الطريق الدائري. عندنا طريق دائري 100 كيلو، عندنا طرق مصر اسكندريه الزراعي ومصر اسكندريه الصحراوي. كانت هذه الطرق تعاني من الحمولات الزايده من السرعات على الطرق، معدلات الحوادث اللي موجوده في الدوله، معدلات احتراق يعني انبعاثات كربونيه سامه في الجو، عندنا معدلات استهلاك المحروقات كان بشكل كبير جدا، عندنا انقطاع في التيار كتير جدا في الدوله المصريه. لكن نجد ان الشبكه القوميه للطرق لما قامت الدوله ببدايه عمل الشبكه القوميه للطرق في منتصف 2014 وكان مقررا لها ان تنتهي بنهايه 2019، ولكن وحتى الان يقوم رئيس الدوله بضخ العديد من المحاور الطوليه والعرضيه في الدوله. كان مقررا ان تقوم هذه الشبكه في حدود 8078 كيلو متر بتكلفه 175 مليار في منظومه عمل تتم بروح الفريق ما بين وزاره النقل ووزاره الاسكان ووزاره الدفاع ممثله في الهيئه الهندسيه. نجد ان مصر صعدت من المنصه رقم 118 على مستوى العالم في مقياس جوده الطرق الى المنصه رقم 28 بنهايه 2017، والذي تم افتتاح الدائري الاقليمي وطوله في حدود 400 كيلومتر. فاصبح لدينا طريق دائري الاولي خالص اللي هو 100 كيلومتر، عندنا طريق دائري اقليمي 400 كيلومتر، عندنا طريق دائري اوسطي 200 كيلومتر. فاحنا بنتكلم هنا على طفره غير مسبوقه. قامت الدوله بعمل هذه المنظومه للمواصفات الامريكيه، مواصفات الاكتو الامريكي. ما بقاش عندنا موجود يوتيرن او كروس سكشن، تقاطعات او يوتيرنات كتير على الطريق. نجد ان في كباري علويه النهارده عشان تقدر تعدي عليها من الشمال تروح اليمين وخلافه. بنجد ان التاثير اللي حصل عندنا ايه؟ اهم التاثيرات حصلت عندنا هي ايه؟ احنا كان عندنا الطرق تعاني من موجات مروريه حمراء. معنى كلمه موجات مروريه حمراء ان هناك تكدسات وازدحامات مروريه على طول الطرق وعرضها. نجد ان الان الموجات المروريه الموجوده في الدوله موجات مروريه خضراء، اي بمعنى انها انسيابيه في المرور في العديد من الطرق، خاصه في وسط البلد في اوقات الذروه او الراش اور زي ما احنا بنقول. فنجد ان دي من الطرق اللي حلت كتير قوي، من المشاكل اللي حلت كتير قوي. النهارده قامت الشبكه القوميه بتقليل زمن الرحلات بمعدل يقترب من 45 او 35 ل 45%، بمعنى انا كنت بروح طريق مثلا في 6 ساعات، النهارده بروحه في 3 ساعات، في 3 ساعات الا ربع. ده
بيقلل لي معدلات استهلاك البنزين والوقود على الطرق، بيقلل لي معدلات الانبعاثات الكربونيه السامه. وهنا نتحدث عن مؤتمر المؤتمر الذي تم عقده في الولايات المتحده بقياده الرئيس بايدن بمناسبه يوم المناخ العالمي 22 ابريل الماضي، وحضروا 40 قائد على مستوى العالم، وحضرته الامارات والسعوديه، وللاسف مصر لم تحضر هذا المؤتمر، ودي تعتبر يعني شيء مش كويس ابدا بالنسبه للدوله المصريه، لان الدوله المصريه قيمه وقامه في وسط هذه الدول. نتحدث عن ان كل دول العالم النهارده بنخرج من الشبكه القوميه اللي قبل معدلات الحوادث على الطرق المصريه في سنه 2014 و15 و16 كان عندنا معدلات القتلى بتصل الى حوالي 3225 قتيل، 6425 قتيل، 6945 قتيل في 2016. في 2017 هبطت النسبه بحدود 26% على الطرق. في نهايه 2016 كان عندنا 19211 عربيه اصطدموا في بعض اصطدام كامل وتحطموا تحطم كلي، كان عندنا من 70 الى 80000 اصابه ما بين اعاهات بسيطه ومتوسطه وعجز كلي للمواطنين المصريين. كلفت الدوله السيارات والبني ادمين والعلاج وخلافه بحدود 30 مليار جنيه بنهايه 2016. نجد ان 2017 قلت المعدلات بنسبه 26%، ومصر صعدت المنصه رقم 28 على مستوى العالم في مقاييس جوده الطرق. بنهايه 2020 مصر بتحقق تقريبا في حدود 41% طبقا للهيئه العامه للاحصاء والتعبئه والاحصاء، نزلت المعدلات بحدود 41%. ده يعتبر انجاز كبير جدا للدوله المصريه، وهي الحفاظ على المواطن المصري او ما يعرف باليومن كابيتال، الطاقه البشريه. اي دوله في العالم لا تقوم الا على سواعد ابنائها المتعلمين الاصحاء، ومن المتعلمين نجد ان هناك مجهودات حثيثه من الدوله خاصه مع وزير التعليم العالي وتوصيات من فخامه رئيس الدوله لوزير التعليم العالي بالعمل على انشاء المدارس الصناعيه والمعاهد التكنولوجيه والكليات التكنولوجيه، لان مصر تتجه الان اتجاه نحو الصناعه بشكل كبير جدا. تعتبر الصناعه هي قاطره التنميه بالنسبه للشعوب وخاصه الشعوب اللي زي مصر. ليه؟ لان احنا كان عندنا شركه النص سيارات والتي ظلت مغلقه منذ 17 عام، تقوم الان بعمل شراكه مع دونج تينج الصينيه، وهي من اكبر اربع شركات على مستوى الصين في انتاج السيارات، لعمل سياره كهربيه في مصر في شراكه تتم تحت رعايه وزير قطاع الاعمال هشام توفيق. نجد ان هناك في الاروقه حديث حول من داخل اروقه وزاره الصناعه تتحدث عن انتاج اول سياره كهربيه في تعاون ما بين الدوله المصريه والدوله الروسيه. وهناك بمناسبه الدوله الروسيه تتحدث عن طريق رود الفرج الضبعة اللي بينتهي بمفاعل الضبعة النووي، وهو مفاعل سيتم انشاؤه على مفاعلات الجيل الثالث من المفاعلات النوويه والتي تتحمل حتى 9.6 بمقدار ريختر للزلازل. هنا بنتحدث عن انشاء مفاعل تكلفته تقترب من 25 مليار دولار، وتصل الريتيرن اوف انفستمنت بتاعته يعني دوران راس ماله ده هيرجع في حدود 220 مليار دولار. عمر الافتراضي يتراوح ما بين 70 الى 80 سنه. احنا بنتكلم هنا على تعاون مصري روسي في هذا القطاع، لكن ان هناك تعاون اخر في المنطقه الصناعيه الروسيه في مصر لانتاج سياره مصريه كهربيه مصريه روسيه كهربيه. دي حاجه تفرحنا جدا يا فندم ان في مصر حاجه زي كده هتبتدي. وطبعا احنا كان عندنا تحديات جامده جدا الفتره اللي فاتت. انا عايز اعرف من حضرتك ايه التحديات والصعوبات اللي كانت بتواجه مصر بعد يعني ما قبل 30/6؟ ازاي قدرنا نواجه التحديات دي؟ عملنا ايه ووصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي ازاي؟ كل الناس بتتكلم على ان مصر فيها حاجه حلوه. لا، مصر فيها حاجات حلوه كتير جدا طبعاً. ولكن اختيار البني ادم المناسب في المكان المناسب هو الذي يقوم بتحقيق اهداف رئيس الدوله. بمعنى رئيس الدوله لديه اهداف محدوده تم وضعها بعنايه وبدقه، وله رؤيه وله رساله معينه يقوم من خلالها بتركيب او بتوليف فريق عمل يعمل يدا بيد عشان يوصل لتحقيق هذه المستهدفات في اوقات وفي مدى زمني معين يتم وضعه من خلال متخصصين في الدوله. عندما نتحدث عن هذا الاطار نجد ان مصر بتكاد
نذكر الدور الهام جدا لوزارة النقل، وعلى رأس هذه المنظومة الناشط المميز الوزير كامل الوزير ومن قبله الوزير هشام عرفات، إن يعني كان يحمله من علم ودراية. ونجد أن الوزير كامل الوزير يقوم بضخ العديد والعديد والعديد من الكيلومترات على الطرق وفي الشبكة القومية للطرق، ويقوم الآن بضخ الكثير والكثير في منظومة المترو والسكة الحديد والمونوريل والأتوبيس الكهربي على الطرق الدائرية، والذي يتم الآن وضع حارتين يمين وحارتين شمال لعمل البي ار تي الباص رابيد ترانزيت اللي هو الكهربية السريعة على الطرق، ويتم لها تصميم حارتين في اليمين وحارتين في الشمال، وحمولة الأتوبيس الواحد تقريبا بتصل إلى 170 راكب. يعمل هذا الأتوبيس كهربيا ويتميز بمنظومة منفردة للإشارات وخلافه. بصراحة يا فندم الطفرة يعني، الطفرة اللي حاصلة في مجال الطرق والسيارات وال يعني كل العالم كله هيشهد بيها قد إيه حاجة مشرفة لمصر. وإيه رأي حضرتك في العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيطها وجمالها وإعلان الجمهورية الجديدة منها؟ نتحدث هنا عن مدن ذكية، بمعنى أن كل دول العالم الآن تتحدث على سبيل المثال على السيارات الكهربية والأحدث وهي السيارات ذاتية القيادة. هنا نتحدث عن طرق ذكية، طرق يتم التحكم فيها بعيدا عن التلوث، أي بعيدا عن العامل البشري وما يعرف بقى بالمعرفة والوسطة وخلافه. لا، كل الطرق سوف يتم التحكم فيها عن طريق الرادارات والكاميرات وعن طريق الكاميرات والرادارات. هنا يتساوى الكبير والصغير، وهنا يسري القانون على الكبير والصغير سواء. وهنا نجد ان الرقابه الاداريه تضرب بيد من الحديد على كل فاسد في اركان هذه الدوله مهما كان اسمه ومهما كان وضعه. ولكن الان تتجه الدوله لاهداف معينه لعمل منظومات غير مسبوقه في الدوله المصريه. نجد على سبيل المثال عندما تحدثنا عن وزير التعليم العالي وانشاء المنظومات ومراكز التدريب واكاديميات التدريب الذي يقوم بانشائها رئيس الدوله، وهنا نذكر ان نقابه مهندسين مصر سوف تقوم بانشاء ما يقرب من 28 مركز تدريب للمهندسين والفنيين على السيارات الكهربيه والتفريغ والشحن وخلافه وصيانه السيارات الكهربيه في المرحله القادمه. هنا نتحدث عن ان التدريب خاصه في منظومه مهمه جدا، يعني تحدثنا عنها في دبي او تحدثت عنها ثلاث مرات في دبي الاسبوعين اللي فاتوا. نتكلم على منظومة السكة الحديد، وكل دول العالم العربي والغربي تتحدث عن منظومة السكة الحديد في مصر. بصراحة يا فندم حاجة تفرح قوي، يعني لا يسعني إلا أن أقول تحيا مصر تحيا مصر. وبشكر حضرتك باشمهندس جمال عسكر على تواجدك معانا، وبشكرك على جرعة التفاؤل والأمل والحاجة اللي تفرح اللي احنا وصلنا ليها في المجالات، مجال الطرق ومجال السيارات والمجالات المختلفة. بشكر حضرتك يا فندم باشمهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير الطرق والسيارات. ألف شكر يا فندم. بنشكركم مشاهدينا، وأنا سعيدة إن أنا كنت معاكم النهاردة في ذكرى جميلة، وأنا فرحانة بمصر بعد ما مصر رجعت تنور من تاني. ويا رب دايما ربنا معانا يوقف لنا سيادة الرئيس السيسي الأب البطل القائد اللي ربنا يكرمه إن شاء الله ويخلي مصر من أحسن لأحسن، وإحنا معاه وهنستحمل يا ريس لغاية ما نوصل بمصر لبر الأمان. بشكركم مشاهدينا، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.